المجمع الطاقوي الجزائري سوناطراك وجها لوجه أمام نظيره الفرنسي، ويرفض الانحناء للفرنسيين الذين أعلنوا اللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات تعادل نصف مليار أورو حسب توتال، إلا أن سوناطراك ترى بأن توتال الفرنسية لا تمثل إلا 1% مما تنتجه الجزائر، وعليه لا يترتب عليها أكثر من 180 مليون أورو كحد أقصى كما أوردته وكالة رويترز للأنباء. الشركة الوطنية للمحروقات مستعدة للطعن في قرار عملاق الطاقة الفرنسي، أكثر من هذا فهي تعتبر الإجراءات المتخذة ضدها في هذا الإطار لا حدث، وأن ما يحاك ضدها يهدف لاقتطاع جزء من أموالها، وهي الأموال التي شكلت جوهر الخلاف بين عملاقي الطاقة الجزائري والفرنسي بسبب الأسعار التسويقية للغاز في أوروبا، والذي يعود لمنتصف العشرية السابقة أين غيرت الجزائر طريقة تقسيم الأرباح من تسويق البترول والغاز. ورغم أن قيمة التعويضات التي دفعتها الجزائر إلى المحاكم الدولية طيلة السنوات الماضية في قضايا أخرى تتجاوز 5 ملايير دولار، كون كل خلاف قضائي تضطر فيه الحكومة لتسديد تعويضات تعادل 100 ملايين الدولارات سيما في قطاع الطاقة، فالحكومة الجزائرية لم تتمكن من كسب سوى قضيتين فقط للجوية الجزائرية وأخرى لسوناطراك من أصل عشرات القضايا، إلا أنها مصممة اليوم وفي زمن التقشف على أن يكون الرد قويا دفاعا عن المصالح الجزائرية رغم الانهيار المستمر لأسعار النفط.